السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير تي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حانيبال، هذا اللعاب يعني اللي شعره قال غادي نقلع شعري، وعد باش يقلع شعره ما وعدش، ما وفاش بشعره يعني في الصيف وين ربحناهم بزوج، وزاد خرج بتصريح وين في الاخرى تاعو وين قال لهم صحيح ان المنتخب الجزائري قوي، لكن هذه الكاس لن تضيع منا مهما كلفنا الامر. الكل يعلم ان الكره التونسيه مسيطره على الكره الجزائريه في المباريات الرسميه، وهي فرصه لنا للتاكيد على ذلك. راه نقول لك غادي شو نقول لك كلمه، راه غادي نعطيك التاليه من التاليه، شوفوا التاليه. انت شعرك وانت شعرك انت كراك تلود شعرك كراك دير له تتغطى انت والزوجه تاعك، ما يعرفش الزوجه تاعك اذا شعرها كان صفر ما يعرفوش شكون هي الزوجه، لا انت ولا المراه، لا شكون فيهم المراه ما يعرفوكش، لا يغطوه يوريو غير شعوركم ما يعرفوش، وما بين راجل اصاحبي داير شعرها كاكا مالك اصاحبي، وما بين راجل. هنا غادي نقول لك كلمه من التالي، غادي الشورت تاعك ما يخلوكش تطلعه، غادي واحد كيما بن دبكه واحد كيما غادي ما يخلوكش تطلع الشورت، ما يكونش عندك الوقت باش تطلع الشورت على هذه الهضره تاعك. غادي تاكل انت واقف في ديك العبسه اللي تاع النهار اللي ماركينا لكم زوج ولي دو بريمير، غادي كيما يصرى لك غادي تكمل صباعك يدك غادي تاكلها بلا ما تحس، غادي يصرى لك كيما سيدنا يوسف مي تخلى على النساء قطعوا يديهم بلا ما يحسوا، غادي يصرى لك كيما هكا غادي تاكل يدك ولدي، غادي الشورت تاعك ما يخلوكش تطلعه، يتهموها غير كبار هذه تاع الشورت ما يخلوكش تطلعه، غادي وين ما تجي غادي وين ما تجي بيتك دابا الشورت الرجاله راحت وخلاتك بوطت لك وراحت تي بابوا ما بقاش بزاف صاحبيها. وين هذا مجبر بعد تحدي حلقه لشعره اليوم يتحدى مرة أخرى المنتخب الوطني الجزائري، مهما كلف الأمر سنقاتل من أجل الكأس ولن نضيع هذه الكأس. هذه المرة الكل يعلم أن الكرة الجزائرية في مباراة رسمية تسيطر عليها الكرة التونسية، وهذه فرصة لنا للتأكيد ذلك. انت قلت بلي يودي انا ما نبغيش نبدل والله ما نبغي، بصح قول للكبار ولا خبر امك، قول لها يا درا احكي لي يا ما في 86 اش صرالنا، في 86 اش صرالنا، هي يعرفوا اش تقول امك تفهمك، تقول لك اودي غير بالله فمك الي روتور بردونا، تقول لك غير بالله فمك، غادي تقول لك بالله فمك ما تجيش تهدر، وحنا نبغوا هذه ماذا بينا تقولنا ماذا بينا تجي تخبرنا حنايا. وقلت بلي وين راكاي بلي في المباراه الرسميه نحن من نسيطر على كره القدم ونحن عقدتهم، انت عقده تاعنا صح ما كاش مشكل، سوف نرى الروح سوف ترى ايها الكتكوت الصغير ايها الارنوب، الروح القتاليه ستفقد وعيك بعد نهايه المباراه وسترى يعني الرعب في المنام، الكوشمار غادي يوليو يطيحوا عليك، غادي تولي تشوف بلاي اللي طاير عليك هذيك الطايره هذيك غادي تشوفها، تولي يوليو دايرين لك المفاتيح تحت راسك، امك غادي يديروا تولي تدلك لك راسك بالزيت الحر، غادي يوليو يدلكوا لك راسك بالزيت الحر باش تنسى شويه، غادي تولي كوشمار عليك هذيك، هذه البارتيه هذه تعبني ما تلعبها ما تتفرجها، غادي يديرو كوشمار، غادي تولي ميت تفطن تعاود ترقد، ومي ترقد تبغي تنوض، تسمع بها تاع مي ترقد تبغي تنوض، ومي تنوض تبغي ترقد غادي يصرالك كيما هاكا، غادي يحس بلي راك ضارب خمسة روج، غادي يدورو بيك غادي يشربوك، ندخلك مليح يا ولد ندخلك مليح، نتا راك صغير ما نديروش عليك راك صغير غريان ما تعرفش، بصح غادي نمرولك هذه تاع السيطره اللي مسيطرين علينا هنا،
انا ديجا راهي الدم مازال ما نشفلكش راك تهدر على تربحنا. نشف غير الدم تاع السحبات، تاع الدم مازال ما نشفلكش اودي، تندم مازال ما نشفلكش تهدر انت على السحبات ديتهم. هي راك كي ديت سحباتهم يا ودي. الحاجه اللي نطلبها من عند ربي يا ربي، لا واش طلبها من عندك، تلاقاو بكم كاردو فينا ولا ديمي فينا، هذا ما كان تلاقاو بكم كوب دي كوب دافريك في الصح، فاني في الصح في الصح في الصح، نتلاقاو بكم في الصح، نتلاقاو بكم في الصح باش نقلعو لكم هذيك 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 الغنانه هذيك نقلعوها لكم. هذه هي. وما حنا نعرفوا الاعلام التونسي يعني ما يبغيش الجزائر، اغلب القوه ما يبغوش الجزائريين. انا هذه اللي بدا نقولها للشعب الجزائري في 1982 الغدوه ان شاء الله بين البو مع الالمان، دايرين السرباح الله يرحمه دايرين الكاجا تاع السرباح معمرينها بلوطه، والسرباح داير هكا معمر زعما غادي يعمروا لنا الشبك، دايرين كويسي راه مازال كويسي حي يقول يقولوها له يقولها لكم، دايرين في الجورنال تاعهم كويسي رايح بالبيسيكلات مدقدقة والريمينيكي فايت عليه بالبولة هكا يجري، ورينا ريمينيكي سابقه بالبولة، ودايرين الريمينيكي بالكوسكيم يجري. هادو التوانسة دي اليوم تهدر لي نتايا بلي غادي تربح تربحني طيقك، ما غاديش تربحو. هذه تاعنا هذه الخطره تاعنا حنا، نتوما مش عم خطره شاركتوا فيها، حنا هذه الخطره انا جايين باش نردوها، احنا حشمنا حرضونا قال لك رانا دايرين كبيره عشاء شباب وكلش اروحوا تاكلوا، مي كانوا يديروا عشاء ما كناش نروحوا حنا. يا هضره شراكم دايرين؟ حنا كنا نرسلوا الغاشي للكوزينه يشوفوا الكوزينه كي دايره، الكويزيني شكون 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 شكون، حنا كي شنا الكويزيني جاي من عند الفيفا روحنا روحنا. كاين اللي على بالك بلي حنا كاين اللي سبيسياليست في الطعام في 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 الموتات ولا في العراس، من يحطوا له الطعام تحت السربيته يعرف الطعام كي داير، كي لا زغد لا طعام زغد، الا طعام زغد كاين اللي يرشق المغرب، كاين اللي يطلق المغرب، الا المغرب راحت وحدها ياكل، ما طلق المغرب لصقت لصقت في النص والله ما ياكلها، يقول لك انا عندي لا ما نجمش عندي المصران مليات تيبو ضارب زوج معونات، مي تقول له مشي قلت عندي المصران يقول لك ها بلعمي ها مالك انا غادي ناكلوك، سورتو انت يا طريب بزاف غادي ناكلوك، غادي نجيبو لكم غادي نجيبو لك مني، وتكون ليك هذه تكون ليك عبرة في طول، ما تجيش تهدر ما تجيش تتكلم، تكون عندكم تكون ليكم عبرة، ما تزيدوش تهدروا، غادي ما تقولوش تنجمو تهدروا. سقسي الوالا سقسو الوالا برك هذا مكان، وما توالا غادي يدو الخبر، غادي انت اللي تدي الخبر لبني عمك، تقول لهم يا ابني عم وليت مين شوف في عينيهم مقاتلين يقتلك السلام عليكم يقتلك في التيرة، عقل عليها اش راني نقول لك هاو ما باقيش بزاف، شعل بالك شعل باقي البارتية ما باقيش بزاف، غادي نهرسوكم غادي نجيبو لكم مني، عقل عليها مليحه ولدي خويا، والله يا الشرط ما يخلوك ترد الرجالة، والله يا الشرط يا سروالك ما تطلعه، غادي السروال تاعك ما تنجمش تطلعه، غادي تلاقى مع رجالة مقاتلين يقصفوك مليح، غادي السروال تاعك ما تطيقش تطلعه، ما التالي كاع، وقول للسوالي يسلكك، السوالي قال لهم حنا فور، حنا هذي هضرة تاع السوالي حنايا، ويهز في راسه. جي نهاركم غدوة ان شاء الله ما غادي تخرج لا سمش لا غيام، نهار وحده غدوة نهار وحده كي تكمل البارتيه نقول لك هذا النهار شتا والا، هذه نقولها لك من التعليق. المهم نطلبوا الشبيبه تكون في نهارهم برك، نطلبوا ولادنا يكونوا في نهارهم باش يقروا الدرس لهذا الناس هذو، يقولوا ارواح خطره اخرى ما تستحضر، احنا ربحناكم على جال الهضره تاعكم.
فاهم؟ طب ما تديش تحتك.